وللحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة وداد نبيه أحمد استشارية أمراض صدرية. صباح الخير دكتورة بو. وأهلا فيك. بداية كيف يحدث تليف الرئة؟ يحدث تليف الرئة نقدر نقول أسبابها متعددة. أول حاجة ممكن بتحصل نتيجة اللي هي الأمراض المناعية الذاتية اللي بيتعرض ليها الإنسان، اللي هي زي الأمراض الروماتيزمية كمثال الروماتويد أو الذئبة الحمراء أو غيره، يؤثر على الجسم، ومن ضمن هذه الأجزاء هي الرئتين. تحدث also أو أيضا نتيجة بعض الأدوية اللي بياخدها الإنسان لعلاج أشياء أخرى، فتعرض عنها أضرار جانبية اللي هي عملية تليف الرئة، وتكون غالبا مثل المواد الكيميائية لعلاج السرطانات أو غيرها زي ميزوتريكسيت أو غيره، تؤدي إلى تلف. برضه بيلجأ الإنسان أوقات لعلاج بعض السرطانات مثل اللي هي الغدد الليمفاوية وهكذا بالإشعاع، الإشعاع بالراديشن، وتنتج عن ذلك برضه لما تيجي للرئة تعمل جزء كهذا. بعض الأمراض بتيجي في الرئة من غير أي سبب زي مرض الساركودوزيس وغيره يؤدي إلى تليف. برضه هناك التحسس البيئي اللي هي تعرض المزارعين لبعض اللي هي الروائح بتطلع من الطيور نفسها وكده، يؤدي برضه هذا التعرض مستمر يؤدي الى تليف في الرئتين. برضه هناك سبب بقى هو الاساسي اللي بيسميه مجهول او الايديوباثيك، ليس هناك سبب له، وهذا يعتبر من اسوء الانواع، ويعني استجابته للمرض للادويه ما بتكونش كويسه. ايوه طيب دكتورة، يعني هو هذه الأشياء العوامل هذه بتسبب أنه لما المرض يصيب أنه يصيب يبتدي تدريجيا، يعني في مراحل للمرض قبل ما بيصير واضح جدا أنه خلص صار تليف شديد؟ بالضبط. هو أول مرض هو مرض عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه بيحصل التهاب وجروح بداخل الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية دي مسؤولة عن تبادل الغازات داخل الرئتين. بيبدأ الجسم لما بيدخل جسم غريب لهذه الحويصلات، بيبدأ الجسم بيحاول يدافع عن نفسه. بيدافع عن نفسه عن طريق انه بيطلع مواد من داخل جسم الانسان عشان تضاد هذه الالتهابات. نتيجة العراق اللي بيحصل ما بين الاثنين تحصل حاجة اسمها ندبة او ندوب اللي هي التليف بمعنى اصح. بتبدأ العملية تتكرر وتتكرر لغاية ما تنتشر. مجرد انتشارها بيؤدي بعد ذلك إلى نقص الأكسجين، لأن الحويصلات هي المركز الأساسي لتبادل الغازات. نقص الأكسجين هيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدم في الشريان الرئوي، وبعد ذلك يؤدي إلى هبوط في القلب. فهي تدريجية بتمر بمراحل، يعني ده كله ما بيحصلش في يوم وليلة، بيبدأ تدرج شوية بشوية. طبعا بيبقى في أعراض بتظهر على المريض قبل ما بيوصل للمرحلة المتأخرة. الأعراض اتفضلي لو تشرحي. الأعراض بيبدأ المريض يلاحظ إنه مجهوده قل، يعني يبدأ يقول أنا بقيت أنهج أو بتعب مع مش مجهودي الأولاني، وتدريجيا بيبدأ يزيد هذا الموضوع بعد ما كان بيقدر كل واحد طبعا على حسب مجهوده وكفاءته جسمانية من الأول، بس هو نفسه بيلاحظ بمقارنة إنه قل، بيبدأ يشتكي إنه في كحة أو سعال جاف، مفيش فيه بلغم، بيبقى سعال جاف مستمر. وبعد ذلك لما المرحلة بتتقدم ممكن يجي يقول لك انا بحاسس ان رجلي بدات تورم، بلاقي نفسي بزرق لما بعمل مجهود او غيره. دي كلها اعراض بتلفت طبعا نظر المريض انه بيروح للدكتور عشان يشوفه. ايوه طيب مثلا مريض نقول لاحظ هذه الاعراض وذهب الى الدكتور، ايش مراحل التشخيص اللي ممكن الواحد يعرف انه لا في مشكله قد تؤدي الى التليف قبل التليف؟ يعني اللي بيحصل ان المريض اول حاجه طبعا بياخد التاريخ المرضي للمريض، لانه بيفيده جدا، لان زي ما ذكرت لحضرتك ان هو هناك اسباب متعدده، فبياخد التاريخ المرضي بتاعه. بيبدا بعد كده بالفحص الاكلينيكي. الفحص الاكلينيكي بيقدر المريض من خلال سماع الرئتين انه بيبدا يحدد انه في اصوات معينه، بيقدر طبيب الامراض الصدريه انه يعرف ان في حاجه مش مظبوطه. بيقوم بعد كده بالبعض اللي هي التحليلات والاشاعات. تحليلات تشمل طبعا نسبه الغازات في الدم، دي بتبقى مهمه جدا بالاضافه للتحليلات المخبريه. الاشعه ليها دور كبير قوي، ابتداء من الاشعه العاديه الاكس راي لغايه الاشعه المقطعيه ذات الكفاءه العاليه او الهاي ريزوليوشن، بتقدر توريني امتداده قد ايه ودرجته قد ايه، وبعض برضه بنقدر نستنتج منها مدى استجابه المريض بيكون لبعض الادويه ايه. واخيرا بعد ما بيشخص هذا الشخص انه عنده زي تليف، بيضطر الدكتور انه بيلجا لعمليه اللي هو ما يسمى بالمنظار الرئوي. بناخذ عينه من الغسيل الرئوي نفسه عشان نشوف نوعيه الخلايا، بتساعدنا في التشخيص، او اخذ عينه من النسيج الرئوي عن طريق المنظار او عن طريق من جدار الرئتين من الخارج.
طيب دكتورة، هل من الممكن أن يصل تليف الرئة إلى مرحلة يضطر فيها المريض إلى زرع رئة جديدة؟ بالضبط، وهذا يعتبر العلاج الأساسي للمرحلة المتقدمة، لأنه إحنا العلاج بتاعنا في بالنسبة لموضوع تليف الرئتين كل الأدوية اللي بتبدأ في الحالة إن إحنا نوقف هذا التليف، لأنه التليف مجرد إنه حصل صعب إن أنت ترجعي الجزء اللي تليف أو حصل فيه سكارينج تاني، لكن بنحاول نحده. بتوصل لمرحلة إن الرئتين كلها بتبقى متليفة، تبقى مرحلة نهائية، بيبقى العلاج الوحيد هو زرع الرئة، لأنه ده العلاج الأمثل يعني. طبعا المريض قبل هذه المرحلة بيحتاج طبعا بيكون الأكسجين مهم جدا. ليه؟ لأنه كل ما بيتعامل مع الأكسجين بيقلل نسبة ارتفاع الدم في الشريان الرئوي، فبيأخر احتياجه للزرع لفترة معينة. لكن قبل مرحلة الزرع، إيش العلاجات اللي ممكن تلجأوا لها؟ العلاج بيتوقف على حسب زي ما قلت لحضرتك هناك أنواع متعددة المرحلة. في أنواع بتستجيب كويس جدا للكورتيزونات اللي هي الأدوية اللي بتقلل التفاعل المناعي اللي بيحصل، ففي بعض الأنواع مثلا زي مرض الساركودوزيس أو المرض اللي هو الروماتيزم أو الزئبة الحمراء أو غيره، لما بنعالجه بالكورتيزون بيدي نتائج ممتازة. لكن هناك بعض الأنواع ما بينفعش معها الكورتيزون، بنضطر نروح للمواد الأدوية الكيماوية بعد ان عشان تقلل لي هذا. بدا دلوقتي بيبقى فيه دراسات كثيره، بعض الادويه برضو في دواء جديد نزل يحارب عمليه التليف، ايوه، وهو بيجيب نتيجه احسن من الادويه السابقه. وما زالت هناك بعض الدراسات ولكنها لسه ما هيش مستقره على مواد عضويه او مواد نفسها بيولوجيكال ايجنتس بتستخدم لتقليل عمليه التليف ذاتها عشان ما تحصلش. أيوه. هو ده اللي ما زال بس لسه ما بتستخدمش في الوضع الحالي. طب دكتورة، لو بدي أعود لموضوع زرع الرئة، وقع زرع الرئة بالعالم العربي هل هو متوفر؟ نسبة نجاحه هل في إحصاءات لأشخاص تم نجاح زرع الرئة لديهم ومش هو زرع الرئة؟ طبعا موجودة، ولكن الشخص دوت أولا لازم يتحط على لستة طويلة عريضة بينتظر دوره فيها. المفروض إن هو بيبقى الحالات دي ما بتبقاش يعني بتعيش لفترات طويله، فلازم يتتحط في الاعتبار الفتره اللي بيقعد ينتظرها عشان عمليه الزرع. بعد ما بيزرع كمان بيبقى المريض مفروض انه بيستمر على ادويه تقلل المناعه عشان ما يبداش جسمه يرفض هذا الزرع ويبدا كانها ريجكتد. طبعا دكتوره، يعني موضوع زرع الرئه موضوع كبير، يعني اكيد بدنا نخصص له حلقه ثانيه، هو يستحق حلقه لوحده. بس اذا نعود ونركز على التليف، هل التدخين له علاقه بتليف الرئه؟ التدخين، التدخين طبعا طبعا التدخين من العوامل الاساسيه، ودي من ضمن النصائح. الاول حاجه لما يبدا شخص انه يتعرض او يبدا يظهر عليه هذه الامراض، طبعا لازم انه هو حتى يبتعد ان يكون باسيف سموكر او مدخن سلبي، مش ان هو اللي يدخن، انه له عامل كتير جدا. زي ما قلت لحضرتك انه لما بيدخل الاجسام الغريبه لهذا جسم الانسان بيبدا الجسم يقاومها. من ضمنها لما بيكون المواد التدخين موجوده، المواد المدخين دي مواد نفسها مليفه للرئتين. أيوه. فبتسرع من عمليه تليف الرئتين بسرعه اكتر. فلازم طبعا اللي التدخين له دور كبير جدا. طب دكتوره، هل من نصايح قبل الوصول الى هذه المرحله المتقدمه ربما من طبعا ان المريض اول ما بيحس انه بدا انه في ضيق في النفس او غيره، طبعا بيحاول انه يروح للدكتور انه يشوفه. بعض من ضمن الاسباب انه كان بعض الصناعات او بعض اللي هي شغل في بعض المصانع اللي هي بتتعامل مع الاسبستوس والسيليكا والفحم وكده، طبعا العمال دول بيبقى نصيحتنا هي الموجهه ليهم بطريقه كبيره ان هم يتخذوا الطرق الواقيه اللي بتكون موجوده في المصنع، لان دي من ضمن العوامل الاساسيه اللي بتؤدي الى تليف الرئتين. طبعا اخر سبب ان هو الابتعاد عن التدخين نهائيا، واي عرض ان المريض لازم يراجع طبيبه، ما يستناش لما يوصل لمرحله متقدمه او انه اعراض تزيد عليه بحيث انه يلاقي نفسه تعبان عشان يشوف الطبيب. احنا بنشكرك على وجودك معنا. كانت معنا في الاستوديو الدكتوره وداد نبيه احمد، استشاريه امراض صدريه. شكرا لك دكتوره.